النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن البحرية الإسرائيلية سيطرت صباح اليوم على سفينة أسلحة قادمة من إيران في طريقها إلى قطاع غزة على بعد 1500 كيلومتر من الشواطئ الإسرائيلية. أعلنت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أنها قررت سحب سفرائها لدى قطر بسبب عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقاً بحسب مصدر رسمي سعودي. شهدت العاصمة العراقية انفجار 7 سيارات مفخخة وعبوتين ناسفتين أوقعت مجتمعة 7 قتلى و60 جريحاً وفقاً لحصيلة أولية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن تسمح بحمام دم في أوكرانيا، وصرح بأنهم لن يسمحوا بأي اعتداء على حياة وصحة أولئك الذين يعيشون في أوكرانيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.